السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد متابعي سلسلة علوم التربية، ومع الحلقة 20 حول موضوع بيداغوجيا التعاقد. بعد ما تعرفنا على كل ما يتعلق ببيداغوجيا حل المشكلات، بيداغوجيا الفارقية، وبيداغوجيا الإدماج، اليوم إن شاء الله تعالى سنتعرف على بيداغوجيا التعاقد، مفهومها، مبادئها، خصائصها، وأهدافها، وأشكال التعلم عن طريق التعاقد. لكن بداية أرجو أن تشتركوا في القناة لمن لم يشترك بعد، وأرجو كذلك أن تفعلوا جرس الإشعارات حتى تتوصلوا بكل جديد السلسلة، ثم لا تنسوا تسجيل الإعجاب والتعليق ومشاركة رابط الحلقة مع زملائكم تشجيعا ودعما للقناة وتقديرا لهذا الجهد الذي نبذله من أجل أن تكون هذه السلسلة مفيدة بالنسبة إليكم. نبدأ الآن مع مفهوم بيداغوجيا التعاقد. بيداغوجيا التعاقد هي إجراء بيداغوجي يقوم على تنظيم وضعيات التعلم عن طريق اتفاق متفاوض بشأنه بين شركاء العملية التعليمية التعلمية. هنا طبعا عندما نتحدث عن الشركاء لا نتحدث عن شركاء المنظومة التربوية، نتحدث عن شركاء العملية التعليمية التعلمية فقط، هم المدرس والمتعلم، قصد تحقيق هدف ما أو كفاية ما، سواء كان هذا الهدف معرفي أو منهجي أو سلوكي. رجعوا معي للتعريف. بيداغوجيا التعاقد هي إجراء بيداغوجي بمعنى شي حاجة تدريسية، يعني دخل في طرق التدريس أو دخل في الأساليب ديال التدريس، هذا هو ديال البيداغوجيا طريقة التدريس. تقوم هذه البيداغوجيا على تنظيم وضعيات التعلم. بزاف ديال الناس ربما يظنون بأن التعاقد كيكون فقط أو ينحصر فقط في الميثاق ديال القسم، أو لذاك التعاقد الديداكتيكي اللي كنديرو مع التلاميذ في البداية، ما يتعلق بالجانب الأخلاقي، يعني الواجبات والحقوق وما إلى ذلك. لا، هذا خطأ. التعاقد قد يكون أيضا حول طريقة التعلم، بمعنى ممكن التلاميذ نتفق معهم ونتفاوض معهم بشأن طريقة اللي هما كيحبدوها أنهم يتعلموا بها. مثلا عندي مثلا درس ديال مثلا بالنسبة للتربية الإسلامية، الثانية بكالوريا عندهم مؤلف ديال السيرة النبوية، وطبعا غير متابعين بالامتحان الوطني، فكنشتغلوا في ظل تحقيق الأهداف. عندنا أهداف خصنا نحققها، لكن الطريقة قد تختلف. نقدروا نديروا ورشات، نقدروا نديروا عروض يديروهم التلاميذ، نقدروا نديروا يعني بشكل عادي شكل دروس، نقدروا نديروا أوراق يعني كبيرة، خطاطات مثلا، فكنتفاوض مع التلاميذ على الطريقة اللي هما يبغيوها يتعلموا بها. ننتقل إلى مبادئ بيداغوجيا التعاقد. مجموعة من المبادئ تركز عليها هذه البيداغوجيا، تؤكد عليها، تدافع عليها، وتؤسس عليها نظرتها إلى التعلم. أولا، مبدأ احترام الإرادة الذاتية للمتعلم. المتعلم فاش كنعطيه الفرصة أنه يعبر على الرأي دياله، أنه يكون شريك في العملية التعليمية التعلمية، فهنا كنحترمه الإرادة ديالو الذاتية، وما كان فرضوش عليه واحد المنهجية نمطية، لأن مجال الإبداع بالنسبة للمدرس مجال مفتوح، كاين واحد المساحة ديال الإطار المرجعي، ما خصش المدرس يخرج منها، يعني كيحترم القوانين المعمول بها، المذكرات إلى غير ذلك، لكن مجال الإبداع مجال واسع بالنسبة للمدرس. المبدأ الثاني، مبدأ حرية الاقتراح والتقبل والرفض. أي متعلم عنده حرية أنه يقترح وأنه يتقبل وأنه يرفض، لكن طبعا تبقى السلطة،
سلطة التقدير للمدرس لأنه هو الراشد وهو أعلم بمصلحة المتعلمين من أنفسهم. مبدأ التفاوض حول عناصر التعاقد. مبدأ التفاوض بمعنى كلا الطرفين عنده الحق أنه يتفاوض حول العناصر ديال هذا التعاقد. الانخراط المتبادل في إنجاح التعاقد، من بعد من تعاقدوا خص الجميع ينخرط، ماشي ندير واحد الاتفاق ويولي المدرس بوحده هو الساهر على إنجاحه. مثلا في ميثاق القسم خص حتى التلاميذ الآخرين يكونوا حريصين كاملين أنهم يكون واحد الانخراط متبادل في إنجاح هذه العملية هذه. مبدأ الالتزام بمقتضيات العقد، كل واحد من الطرفين ملزم وخصو يلتزم بمقتضيات هذاك التعاقد اللي مشترك بين المدرس والمتعلمين. بالنسبة للأهداف بيداغوجية التعاقد، طبعا أي بيداغوجية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، هنا نجد في بيداغوجية التعاقد إشراك المتعلم في العملية التعليمية التعلمية. أول هدف هو أن المتعلم نجعله شريكا. الهدف الثاني تربية المتعلم على الانضباط وتحمل المسؤولية، فاش كنعلمو المتعلم أنه يكون شريك في اتخاذ القرار، يكون شريك في تحديد المنهجية ديال الاشتغال، يكون شريك في تحديد الأخلاقيات ديال القسم مثلا، فكيولي إلى حد ما منضبط وكيتعلم أنه يتحمل المسؤولية. في حين إذا كانت يعني القرارات من جهة المدرس فقط، فدائما المتعلم كيحس بأنه هو ملزم، بأن عليه واحد السلطة، بأن عليه واحد الضغط، وقد ينفلت ولا ينضبط. تشجيع المتعلم على التعبير وإبداء الرأي، كنعلم المتعلم أنه يعطي الرأي دياله، يعطي الفكرة دياله، يعطي المقترح دياله ويدافع عليه. ونكونوا واقعيين، أحيانا المتعلمين كيعطيو مقترحات ربما الأستاذ ما عرفهاش، أو ربما عرفها ولكن ما ردش لها البال. فدائما المتعلم نشركه ونأخذ رأيه، سواء طبقنا الرأي ديالو أو لا ما طبقناش، لكن نأخذ رأيه ونعرف رأيه. تنمية القدرة على التفكير والنقد لدى المتعلمين، باش المتعلمين بزاف ديال المتعلمين كيقترحوا، كل واحد كيقترح واحد الفكرة، غادي تلاحظوا بأن المتعلمين كينقدوا يعني أو كينتقدوا بعضياتهم، كل واحد كيحاول يدحض الفكرة ديال الآخر ويدافع على الفكرة دياله. فهنا المتعلم من حيث لا يدري ربما يتعلم كيف يفكر، كيف يعني يتعامل مع الأفكار الأخرى، مع الرأي الآخر، كيف لا يقبل الحقيقة الجاهزة ولا المعلومات ولا المقترحات ديال الآخرين جاهزة دون التدليل أو الاستدلال عليها. الإسهام في ضبط القسم والتقليص من نسبة الشغب، فاش كما قلنا في الأول، فاش المتعلمين كيوليو هما شركاء في تحديد الميثاق القسم، في تحديد كيفية الاشتغال، في تحديد مثلا ما يتعلق بتدبير الزمان، الأماكن ديالهم، بزاف ديال الأمور، فهذا يساعد في ضبط القسم وكتقل نسبة ديال الشغب. وأيضا ربط علاقة طيبة بين المدرس والمتعلم، أي مدرس كيعطي القيمة للمتعلمين، كيتشاور معهم وخا ما ياخدش برأيهم، كيحترمهم يعني في الطريقة ديال الكلام ديالو، كيقدرهم، كيرفع عليهم المعنويات، فكيبني واحد العلاقة طيبة وجميلة جدا مع المتعلمين. وهذا أصعب شيء بالنسبة للمدرس، أصعب شيء بالنسبة للمدرس، وهذا أعتبره شخصيا إنجاز أن المدرس يحقه. ننتقل إلى أشكال التعاقد، هناك مجموعة من الأشكال. طيب في ملخصات أو في كتابة أخرى ربما تجدون فقط ثلاث أشكال، لكن أضفت شكل نوع آخر وهو التعاقد الذاتي. المتعلم أحيانا يقدر يدير تعاقد مع راسه، يأخذ واحد الورقة كيدير واحد التعاقد مع راسه بأنه مثلا يبدأ يقرأ واحد القدر من الكتاب، من كتاب معين، ولا يقرأ واحد العدد ديال الكتب في السنة، أو لا يحفظ مثلا واحد العدد ديال الصور القرآنية في السنة، أو لا يتعلم واحد العدد ديال الكلمات بالإنجليزية أو الفرنسية في الدورة مثلا، وهكذا. هذا تعاقد ذاتي. ثم التعاقد الفردي،
فاش المدرس كيتعاقد مع واحد المتعلم فرض، واحد مثلا متعلم عنده عنده نقص مثلا، ما كانش عايش في المغرب، من بعد ما دخل المغرب لقى بان عنده مشكل في اللغه العربيه، فكيدير مع المدرس واحد التعاقد بانه يبدا يخدم في الدار، يعطيه تمارين خاصه ويبدا هو يجيب ليه دوك التمارين، كيدير واحد التعاقد. وإلا رجعتوا للدليل البيداغوجي ديال السيكل الابتدائي غتلقاو ان فيه واحد النموذج ديال التعاقد مع الاسره لمصلحه واحد المتعلمه، التعاقد مع مجموعه، واحد المجموعه من المتعلمين عندهم نقص في واحد القدره، كنتعاقد معهم، كندير معهم تعاقد، وكاين التعاقد مع الفصل. التعاقد مع الفصل كنتعاقد مع جميع المتعلمين باعتبارهم قسم كامل، باعتبارهم فصل كامل، كنتعاقد معهم على طريقة الاشتغال، على الانضباط، على التدبير ديال الزمان، التدبير ديال كل ما يتعلق بالفصل، الأنشطة إلى غير ذلك. هنا نبقاو مع التعاقد مع الفصل ونشوفوا واحد النموذج ديال التعاقد مع الفصل، واحد المثال ويتعلق الأمر بالميثاق ديال القسم. أي مدرس في بداية السنة كتسمعوا بأن أول حاجة خصني نضبطها مع التلاميذ الميثاق ديال القسم، لكن هذا الميثاق يختلف من أستاذ إلى أستاذ، ويختلف من صيغة إلى صيغة أخرى. لاحظوا معايا الصيغة الأولى، أنا غادي نعطيكم جوج صيغ وغادي تلاحظوا الفرق. هذه الصيغة فيها احترم أوقات الدخول والخروج، ألقي التحية عند الدخول، استمعوا أنتبه إلى أستاذي، أستأذن قبل الكلام، وحافظ على كتبي، اعتمد على نفسي، أنجز واجباتي المدرسية، وحافظ على نظافة القسم. غادي تلاحظوا بأن جميع هذه التعليمات أو جميع هذه الأفعال موجهة للمتعلم. صحيح بأن الأستاذ قد يكون منضبط إلى حد كبير في القسم، لأنه يتحمل المسؤولية، لأنه في موقع ديال المسؤولية، لأنه موظف عند واحد الوزارة تراقبه عبر مفتشين، عبر إدارة، عبر لجان إلى آخره. إذن كاين واحد الجانب ديال المسؤولية، وبالتالي يحتاج أن يضع في هذا الميثاق ما يتعلق به هو. ثم لاحظوا بأن هذا الميثاق ما فيش الحقوق ديال المتعلم، فيه فقط الواجبات ديال المتعلم. هنا مثال آخر، هذا ميثاق يختلف تماما عن هذا الميثاق، فيه شوفوا معي الفوق واجبات الأستاذ وحقوق المتعلم، لتحت واجبات المتعلم، واجبات المتعلم. فلاحظوا بأن وإن كان الأستاذ يعني زهد في حقه وما درش الحقوق دياله هو، كان المفروض أن يدير واجبات الأستاذ وحقوق الأستاذ، واجبات التلميذ وحقوق التلميذ. طبعا يقدر هذا الشيء يكون بواحد الصيغة، ماشي الصيغة ديال أن التلمذ هما يحددوا لي المسؤولية ديالي، لكن ممكن أنا نصرح بأن كتسالوني أنني نحترمكم، كتسالوني أنني نقريكم زين، كتسالوني أن نعطيكم الحق مثلا في المشاركة. اي واحد فيكم كيسالني انه عنده الحق ينوض للسبوره، عنده الحق يهضر، ما نقمع حتى واحد الى اخره، نحترم كل واحد، حتى واحد من عايرو، حتى واحد من سبو، حتى واحد من جبد لي والديه. ممكن بهذه الطريقه، يعني ماشي بالضروره التلاميذ هما اللي نعطيهم ورقه يبداو يكتبوا لي انا الواجبات ديالي، مفهوم؟ باش نتفادوا هذه المساله ديال ان المتعلم كنعطيه واحد الهامش اللي ربما ماشي ديالو. حنا يعني بصيغه انا نصرح بالواجبات ديالي ونصرح بالحقوق ديال المتعلم اللي نقدر انا او اللي خصني نكفلها لي. ارجو ان تكونوا قد استفدتم معي من خلال هذا العرض المتعلق ببيداغوجيا التعاقد، واضرب لكم موعدا مع حلقة قادمة ان شاء الله تعالى مع بيداغوجيا اخرى. الى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.